حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري وقال احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا ان شاء الله بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب